أعلنت شركة نورثروب جرومان وهي أحد المتعاقدين مع الجيش الأمريكي طائرة الفايبرد التي تحمل حساسات وأجهزة إلكترونية متعددة أظهرت قدرات عالية في التشغيل بطيار وبدون طيار من خلال التحليق فوق مناطق شاسعة من الولايات المتحدة. وتقول نورثروب جرومان أن قدرة فايربيرد على الطيران عبر المجال الجوي الوطني هي دليل على مرونتها التشغيلية الفريدة للنشر الذاتي وقدرتها على النقل السريع للتكيف مع احتياجات المستخدم المحددة والمتطلبات التشغيلية. وتقول غرومان أن إمكانية تشغيل هذه الطائرة عبر المجال الجوي الوطني يثبت مرونتها التشغيلية الفريدة للنشر الذاتي وقدرتها على النقل السريع للتكيف مع احتياجات المستخدم المحددة والمتطلبات التشغيلية. وقامت الشركة بإطلاق الطائرة لتحلق ما يقرب من 16668 كيلومتر حول الولايات المتحدة مع توقف في دايتون، أوهايو، واشنطن العاصمة، نهر باتوكسنت بولاية ماريلاند، وكذلك تامبا وميامي، وكي ويست بولاية فلوريدا. وبحسب الشركة، فقد أظهرت هذه الرحلات أحد عوامل التفاضل الرئيسية الخاصة بالطائرة. وهي القدرة على وضع النظام في تكوين مأهول ثم تحويله إلى عمليات مستقلة من أجل عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المستمر في أقل من ساعتين. وفي كل محطة، وفرت الإحاطة على جانب الطائرة للعملاء الفرصة لرؤية التنوع التشغيلي للمنصة، وحجة أجهزة الاستشعار الكبيرة والتهيئات السريعة لاحتياجات المهام المتغيرة. واختتمت الرحلات الجويه في كي ويست فلوريدا حيث اجرى الفريق سلسله من الاحداث التشغيليه البحريه الماهوله التي تضمنت حزمه من اربع اجهزه استشعار تحتوي على جهازي استشعار علي الدقه اي ار وجهاز استشعار متعدد الاطياف مركب بحري للكشف عن الاهداف الصغيره وجهاز استقبال اي اس وتعد الفاير بيرد مركبة جوية مأهولة أو غير مأهولة بارتفاع متوسط وطويلة التحمل تم تصميمها وتصنيعها بواسطة شركة نورثروب جرومان كوربوريشن ان جي سي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها لصالح قوات الدفاع الامريكية تعمل المركبة التي تم توجيهها اختياريا OPV بي في كنظام لجمع المعلومات الاستخبارية ويمكنها تنفيذ مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع اي اس وتحلق الفاير بيرد على ارتفاع يصل الى 9100 متر كحد اقصى ويمكنها ان تقدم لمشغليها مقاطع فيديو عاليه الدقه في الوقت الفعلي وصورا بالاشعه تحت الحمراء وقدره على الاستماع للرسائل الالكترونيه من خلال تنفيذ عمليات المراقبه والاستطلاع على مناطق واسعه وتم الكشف عن الفاير بيرد لاول مره لجمهور في مايو 2011 في امباير تشالنج 2011، وهو تدريب عسكري نجته قيادة القوات المشتركة الأمريكية في فورت هيوتشوكا، أريزونا، وتم تصميم الفاير بيرد للقيام بكل من العمليات العسكرية والتجارية. إنها مصممة بمرونة لتناسب العمليات المأهولة أو غير المأهولة، ويمكن تعديلها بسهولة في وضع الطيران، والمركبة مدمجة مع عناصر التوصيل والتشغيل، ويمكن أن تعمل ليلاً ونهاراً حتى في البيئات القاسية. وتتميز المركبة بجناح نحيل يبلغ طوله 19.8 متر وحجة حمولة داخلية كبيرة، ومروحة دافعة ثلاثية الشفرات في الجانب الخلفي من جسم الطائرة، ومعدات التنصت. ويتم تثبيت كاميرا بصرية كهربائية عالية الدقة أسفل جسم الطائرة الأمامي لالتقاط مقاطع فيديو في الوقت الفعلي أو صوراً بالأشعة تحت الحمراء. ويمكن للطائرة أن تستوعب أربع وحدات من معدات التجسس وحمولات الاتصال في وقت واحد من خلال واجهة عالمية وتشتمل على تقنيات حديثة لتقليل التكلفة وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد ويمكن التحكم في الفاير بيرد إما يدويا من محطة التحكم الأرضية أو بواسطة طيار على متنها ويتكامل مع نظام التشغيل والاسترداد التلقائي الذي يساعد في الهبوط الآمن الألي عند حدوث أخطاء في الاتصال داخل محطة التحكم وتتميز الفاير بيرد بنقطة صلبة واحدة على كل جناح لإطلاق صواريخ جو أرض. وتجهز الفاير بيرد بثلاث مستشعرات كهروضوئية عالية الدقة ستار اس 380 او مستشعرات الاشعة تحت الحمراء التي توفرها شركة اف Systems وهناك برج من طراز اس اف 380 يستوعب ثماني حمولات في وقت واحد كما تم دمج المركبة مع نظام استخبارات إشارات الاتصالات 1500 CGIS وإجراءات الدعم الإلكترونية ويمكن التحكم في المستشعرات التي تم تركيبها في المركبة من خلال محطات التحكم الأرضية والمحطات البعيدة تم تزويد المركبه برادار بفتحه اصطناعيه ومميز ليزر وجهاز تحديد المدى بالليزر ويتم تشغيل الفاير بواسطه محرك واحد لايكومينغ تي او 540 ومصنف بقوه 360 حصان والـ اي 540 عبارة عن محرك ثنائي الشاحن التربيني مزود بمبرد داخلي متكامل مع أحدث الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاستشعار مما يجعله متوافقا للعمل في أي بيئة وتم تصميمه وتصنيعه بواسطة شركة ليكامينج انجينز وهي شركة تيكسترون المواصفات العامة للفاير بيرد بلد المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية الدور طائرة جمع المعلومات الاستخبارية، أول رحلة جوية في فبراير 2010، المستخدم الأساسي الولايات المتحدة، عدد الطائرات المبنية واحد، عدد أفراد الطاقم اثنان اختياري، السعة حمولة تبلغ 560 كيلوغرام، الطول 10 متر، اتساع جناح 20 متر، الارتفاع 2.96 متر، أقصى وزن للإقلاع 2268 كيلوغرام. المحرك محرك مكبسي ذات 6 اسطوانات لكامينج تي او 540 بقوة 350 حصان مدة القدرة على تحمل الطيران 40 ساعة سقف الخدمة 7600 متر نقاط التعليق نقطة